مفارقة بين فيليكس وبولس. في كلمات بولس أمام قاضيه فيليكس الوالي في سفر الأعمال الأصحاح 24 نرى مفارقة صارخة بينهما. فبينما كان رجاء بولس الأكيد هو في قيامة الأموات، وهو حق معروف في العهد القديم وازداد وضوحاً في العهد الجديد، فإن رجاء فيليكس ما كان يتعدى أن يأخذ دراهم. هذه هي محبة المال التي حذر الوحي منها باعتبارها أصلاً لكل الشرور. وحقاً ما أوسع البون بين الرجاء المبارك الذي كان لبولس في القيامة وبعد ذلك مجد السماء، وبين الكنوز الوقتية والزائلة على الأرض التي كان يرجوها فيليكس. وبالنسبة للضمير، كان ضمير بولس مدرباً ليكون بلا عثرة من نحو الله والناس، وكان ضمير فيليكس قلقاً، فارتعب من حديث بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، لكن ما أن ارتعب حتى أنهى الجلسة سريعاً. فبينما كان بولس يدرب ضميره، كان فيليكس يعمل على إسكات ضميره وتخديره. والمفارقة الثالثة بين فيليكس وبولس هي في المعرفة. كان فيليكس عنده كثير من المعرفة، ولكنها مجرد معرفة نظرية عن المسيحية. أما بولس فكان يعرف المسيح شخصياً، يعرفه باعتباره الطريق، ذاك الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، وغير خاف عن الأنظار البعد الشاسع بين نهاية كل منهما.